تم إعداد هذه العلبة لتسهيل وتنسيق عمل رجال الإطفاء في الجيش اللبناني والدفاع المدني، وهي تحتوي على عدة أدوات تستعمل في تسهيل التوجيهات ورصد الطقس وتحسين التواصل وتأمين الحماية. داخل العلبة المخصصة لهذه المهمة ستجدون العديد من الأدوات المفيدة كاللاصق الأبيض هذا الذي يستعمل لتدوين معلومات عليه أو لتقسيم منطقة الحرائق إلى أجزاء. أما الشريط اللاصق بألوان متعددة فيستعمل لتحديد اتجاه الحرائق، كما يمكن تدوين المعلومات عليه أيضاً. حافظة الأوراق يمكن رسم الخرائط عليها أو كتابة التوجيهات اللازمة. عدد من الأقلام ولوح أبيض متوسط الحجم لكتابة التعليمات والتوجيهات خلال الاجتماعات. هذا اللوح هو مرفق بأقلام خاصة يمكن محي ما كتب عليه ومعاودة الكتابة من جديد. نصل إلى البوصلة لتحديد الموقع من جهاته الأربع. مرآة الإشارات التي وفي أجواء مثالية للطقس تنقل الإشارة إلى مسافة 150 كيلومتر، وفي الأجواء العادية تنقل الإشارة ما بين 15 إلى 50 كيلومتر، وهي تساعدكم في إيجاد أو معرفة موقع شخص معين. الصفارة طبعاً تستخدم للتنبيه. مصباح كهربائي للإنارة. أما لقياس الطقس فهناك أدوات عديدة. نبدأ بهذا المسمار الذي يغرس في الأرض، وبعد تثبيته يربط فيه هذا العمود المركب والذي بطول مترين. ليصار بعدها إلى ربط مقياس اتجاه الرياح في أعلى العمود. أما مقياس سرعة الرياح فله واجهتين، الواجهة الأمامية منه وبجزئها الأيسر تسمح لكم بقياس سرعة الرياح الخفيفة حتى سرعة 16 كيلومتر. أما الجزء الأيمن من الواجهة الأمامية فهو لقياس الرياح القوية التي تتخطى سرعة 16 كيلومتر. لقراءة دقيقة يجب رفع مقياس سرعة الرياح إلى مستوى العين مع الانتباه إلى الإشارة الحمراء، بحيث يوضع الإصبع عليها عند قياس الرياح الخفيفة فقط. الانتباه إلى عدم ملامسة الإصبع للثقب الذي يحدد قياس الرياح. هناك أيضاً مقياس الرطوبة، ينصح بأخذ ملاحظات الطقس كل ساعة ودائماً في الموقع عينه، مع التركيز على الوقت والحرارة ودرجة الرطوبة واتجاه الرياح وسرعتها. أما للتواصل مع الآخر فهناك راديو أرض جو للتواصل مع الطيار، وراديو أرض أرض للتواصل مع الفريق. يعمل الراديو بواسطة البطارية ويمكن استبدالها عند الحاجة. يجب إبعاد الراديو مسافة 20 سنتيمتر عن الفم عند التكلم، وذلك لضمان إيصال الصوت بشكل واضح إلى الفريق الآخر. في حال وجود طائرة لمكافحة الحرائق عليكم ارتداء المعطف الساطع لكي يراكم الطيار. سدادات الأذن، وهي للتخفيف من سماع الضجيج الذي قد يؤذي السمع. سكين متعدد الاستعمالات. شكراً لتتبعكم لهذه المعلومات، ونتمنى لكم كل التوفيق والسلامة.